دبريش، والشكر موصول أيضا لكل الضيوف الأعزاء، وموصول أيضا لكل الإخوة والأخوات في كل مكان تصلهم قنوات بين سبورتس، تصلهم صورتنا وصوتنا للحديث عن الحدث الإفريقي الكبير، ألا وهو وصول الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في مواجهة نسور نيجيريا. المحاربون أمام النسور من أجل ورقة الترجح لمواجهة السنغال للأسف في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل هنا على نفس الملعب في القاهرة. طبعا وجوه مبتسمة وليست مقبوضة تماما هذه التي لمسناها وشاهدناها على وجوه اللاعبين الجزائريين عندما تشاهد جمال بالعمري وهو هكذا بهذه الابتسامة، أكيد تتفائل خيرا في هذه المباراة. الأكيد أننا سنلعب مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيريا العملاق الإفريقي والعملاق العالمي المشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، في حضور جزائري رائع وبارع وفي حضور كذلك مصري رائع في مدرجات استاد القاهرة في هذه الأجواء الكبيرة جدا. أي نعم ليس هو نفس حضور مباريات مصر، ولكن هو حضور محترم بأجسادهم وبعقولهم وبقلوبهم مثل ما هو حضور مصري في كل بيت مصرية. طبعا بكل هذا الوفاء وهذا الحب وهذا التقدير للمنتخب الجزائري الذي لقي كما سبق وأن قلنا تعاطفا كبيرا غير مسبوق بالنظر لما فعله لحد الآن. هذه الخطوات الأولى وهذه الأعلام الجزائرية ترفرف هذه، ورامي بن سبعيني في القائمة التالية موجود أمامك المدافع الأوسط كونغ ديورا يطلبها سفيان، الكرة البعيدة راح بونجاح، كرة خطيرة أدخل بونجاح، راح بونجاح يواصل بونجاح، مسألة نيجيريا في الخلف تلعب في الأمام لصالح المنتخب النيجيري وجمال بالعملي يخرج هذه الكرة والحكم يقول لمسة يد لصالح المنتخب الجزائري على اللاعب صامويل الآن موسى واسماعيل يتفوق مع حارس الرئيس وابن بلحي من هنالك مع مهدي زفان يمر بلايلي يدخل بلايلي بابا با جول يا 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 يوسف لم تكن متسللا ابدا 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 لم تكن علي سفيان سفيان وتوزيع ارضية والدفاع يخرجها مرة ثانية يوسف بليلي يفتح اللعب الكرة بعيدة من عدلان ليوسف والتغطية ورياض ورياض التوزيع اي 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 وقول ويوسف مازار الكرة البعيدة حذر يا جمال حذر يا جمال ورايس يلقى الحق عنده الكرة طلبها سفيان ولولو كادت توصل هذه الكرة في اتجاه تسديد تصدى الدفاع خطا كل حكم المباراة لإيجالو ولصالح عناصر المنتخب النيجيري كنا لا نحتاج يا جمال الكرة الثابتة حذري 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 بعيد بعيد راحت راحت سلامات راحت سلامات حارس رئيس وهاب مبولحي 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 باليسرى يرسل يبحث عن بغداد كرة في اتجاه يوسف راقب كورته انطلق يوسف وفي خطأ وينك يا بغداد اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى خطيرة جول بابا 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 با. آه يا رامي آه حطها لك بالمليمتر يا رامي بالمليمتر حط لك الكرة أنا في القائمة الثانية ارتقى حذاري يا رامي خلفك موجود اوازيم الكرة خطيرة لمر رجع للخلف الكرة المرفوعة في القائمة الثانية حذاري والكرة بعيدة بالراس راحت سلامات هنا من قبل المدافع كينيث يوسف راح يوسف راح يوسف راح يوسف با 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 رائعة يوسف وبغداد يا سلام على الثنائية صعب يا احمد موسى لازم له مساعدة احمد موسى وبين احضر يا يا لبغداد والكرة راحت مباشرة ايتيبو يوصل ايتيبو 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 مع سفيان وجمال الدفاعي كرة بعيدة يوسف بليلي رجعت للحارس عقبيوي يرسلها بان دخل زفان مازال اوه معلش معلش يا زفان معلش الكرة بعيدة تماما راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة حتى انت دخلت في المباراة يا مهدي طبعا صعب جدا تعوض هاي كرة جول هاي كرة جول يا رياض يا رياض رياض بغداد بنجاح با 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 جول يا بغداد يا بغداد ماذا ضيعت يا 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 فرصة ثمينة لبغداد لبنجاح فرصة ثمينة لل صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير حاول المرمى وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح بغداد ضربة جزاء يا سيد الحكم يا بغداد
يطلب بطاقة صفراء. زيد زيد خليها باليد، نعم طويلة من أحمد موسى، التغطية دفاعية بالراس وعدلان ألف في اتجاه الحارس أكبيوي يضغط عليه، من هنالك يوسف بلاي بغداد بابا بابا بغداد وبابا بابا بابا خطيرة سفيان لبغداد، وخرج من هنالك جميل كولينز، من هنالك رياض رياض خطيرة إيغالو أغلقنا عليه أغلقنا عليه إيوبي متسلل أم لا إيوبي راحت سلامات 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 يا رياض، حذاري حذاري من الكرات مثل هذه وانت بظهرك، هاي كرة صعبة أخذها رياض 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 أرضية وجول تغطية دفاعية، حذري من الخطورة، حذري حذري يا يوسف حذري حذري بالألف من الجزائر مع مرور الوقت. ضربة الانطلاقة أعطيت الآن من قبل حكم المحلال الآن إيوبي يا عيسى يا رياض يا بغداد، بغداد يلعبها مع بن مع يوسف راح بغداد راح بغداد بغداد لا 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 عنده الكرة الآن عدلان، كرة ممتازة لبغداد لا لا هنالك على الجهة اليسرى يوسف يبحث عن بغداد يوسف وانطلق على الجهة اليسرى، هاي كرة سريعة هاي كرة خطيرة هاي كرة خطيرة الحكم يخرج لك البطاقة يا يوسف، الحكم يخرج لك بغداد بغداد ايتيبو يلعبها في العمق، التغطية دفاعية من هنالك عن طريق مهدي زفان يرسلها بعيدة تماما، رياض مازال عند الكرة يبحث عن المرور، رياض مر رياض ادخل يلعب لسفيان سفيان مازال لو 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 رايح اسماعيل رايح اسماعيل يا رايح اسماعيل رايح سواب بن بول حيرسل كرة عدلان احمد موسى احمد موسى مازال يلعبها من هنالك ورامي مباراة من هذا النوع متفوقين بهدف مقابل صفر ايوبي تصدير هاي كرة خطيرة 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 الكرة خطيرة ايوبي سلامات ايوبي وسلامات الكرة مرت مباشرة لضربة مرمى يقول حكم المباراة ركز شوية يوسف ركز شكويزي وريد عاودين يكون فيها الخير اسماعيل بن ناصر في الوسط حكم يقول خطأ للمنتخب الجزائري كان قريب من اللقطة خطيرة الكرة هذه لصالح عناصر المنتخب الجزائري لاسماعيل بن ناصر هنا تقديم الرجل من قبل اي تسلل الهتافي يوضع تسلل الكرة بالراس والدفاع ورياض وسفيان لا لا كرة بعيدة من مع أوميرو الكرة البعيدة وجمال بعيدة 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 راحت للتماس تنفيذ التماس لصالح المنتخب النيجيري كرة بعيدة بالراس التغطية من عدلان قديورة خرجها في روغو يوسف يزال يوسف باليمنى يوسف باليسرى يوسف يوزع ما زال عنده الكرة رجع للخلف ناحية تيتيبو لا ضربة فيد ضربة فيد ضربة فيد جزاء يقول ضربة جزاء حكم المباراة نعم يقول ضربة جزاء روح من هنالك يا رئيس إيغالو جول قلت لك روح من هنالك يا رئيس إيغالو يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري معليش خرجوا لنا الآن ما يوجد في قلوبكم في السبعة عشر بالرأس من هنالك رامي بالسبعيني وفي خطأ يقول حكم محاولة المرور ويوسف بليلي في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض با 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 جول حطها في الجول يا رياض حطها في الجول حطها في الجول يا رياض حطها في الجول هذه هي الجزائر التي تنتصر هذه هي الجزائر التي تخسر ولا تنكسر هذه هي الجزائر التي تنتفض أبنائها من أجل بنائها الجزائر التي تبكي أولادها
We'll be right back.